هذا هو الماسنجر اللون الأسود. يعطيكم ألف عافية وانجوي the dark mode. مرحبا جميعا. اليوم موضوع كثير مهم، موضوع انتشر كثير على الفيسبوك وكل الناس صارت مهتمة فيه، كمية تفاعل هائلة على الفيسبوك. علشان هيك اليوم قلت خليني اطلع احكي الموضوع، لانه يعني صار شوي مزعج، مع انه صراحة فيسبوك عملته بطريقة كثير كرياتيف وكثير ذكية، لكن التفاعل تبع الناس مع الموضوع صراحة صار بشكل كثير كبير. الموضوع كيف نعمل الفيسبوك للدارك مود، بلاك مود، نايت مود، او كيف نعمل الفيسبوك باللون الاسود. موضوع كثير تفاعلت الناس معه، واللي خلى كثير ناس انها هي تصير انه تستخدمه بس عشان تعمل بوستات، تعمل كثير لايكات او تعمل كثير رياكشنز، واللي خلى كل الهوم بيج او النيوز فيد او الصفحه الرئيسيه على الفيسبوك صارت بس البوستات اللي قاعد بتشوفها انسخ ولصق انسخ ولصق، ومش عم بصير اي شيء. فعشان هيك قررت انه ماني جربت كيف اني انا احول المسنجر كبدايه للون الاسود، فحكيت انه لازم هلا نجرب نعمل الفيديو عشان الكل يستفيد من هذا الموضوع، نخلص من موضوع انسخ والصق. خلينا نشوف كيف. الكل اليوم صار عنده فضول كيف انه ممكن يحول مسنجر لموضوع البلاك اند وايت، وخليني انا اخذ الموبايل تبعي ونفتح نشوف كيف بده يصير الفيسبوك من الفيسبوك الطبيعي اللي هو باللون الابيض او باللون الازرق للدارك مود اللي هو اللون الاسود مع اللون الازرق. الموضوع طبعا هو الفائده منه يمكن بصريه كثير صراحه، وممكن نحكي انه كابيرنس للمسنجر هو تغيير، لكن هلتي اكثر للعين بانه راح يخفف الاشعاعات او الاناره اللي بتطلع من الموبايل اللي ممكن تضر العين، واللي ممكن يكون لها اضرار جانبيه كثير، واللي ممكن مرات تضرك بانه انت بصير عندك ارق، ما بتعطيك ابيليتي انك انت تنام بشكل سريع، وكل هاي الاشياء اللي قرأناها. بغض النظر عن السبب ليش بدنا نحول الفيسبوك للدارك مود، لكن الاند هاي هي الريزلت اللي نحن عم نحكي عنها، اللي هي الماسنجر اللي راح يصير عندي بالدارك مود. فالفكره في الموضوع كيف نعملها؟ انتشر الموضوع انه انت لازم تعمل كوبي اند بيست، ولازم اكثر من 3 تعليقات او اكثر من 10 تعليقات او اكثر من 8 تعليقات. مش هاي هي الطريقه المناسبه، لانه اذا جربتها فعليا ما راح تزبط معك الا لحتى انت تقدر تاخذ كود معين. هذا الكود بطل معروف قد ما انتشرت الكومنتس وانتشرت التعليقات وانتشرت الاشياء اللي انت تعمل لك كوبي اند بيست وبطلت تزبط معك. خلينا نبلش بموضوع المسنجر، كيف انا بدي احول مسنجر للدارك مود. فعليا فيسبوك عملتها بطريقه كثير سمارت، حكت لك انه انا ما بدي اروح احط الاوبشن، واحد من الاوبشنز تبعت السيتنجز مباشره في السيتنجز اريا، لا انا بدي اخلي الناس تتفاعل بطريقه كثير اكبر على السوشيال ميديا. وهذا فعلا اللي صار. اذا احنا بنلاحظ بنلاقي كميه البوستس اللي انتشرت وكميه الكونفرزيشنز والتشاتس اللي انتشرت كلها كانت عم تحكي في الاونة الاخيره انه انت كيف تحول الفيسبوك من المود الطبيعي للدارك مود. وعشان هيك خلينا نحكي مع بعض اليوم كيف نسوي. اول شيء الفكره في الموضوع انه انت تفتح الماسنجر، ومن الماسنجر انك انت تروح على اي كونفرزيشن عندك، اي كونفرزيشن موجوده، وتبعت صوره الهلال، صوره الهلال اللي هو باللون الاصفر لاي كونفرزيشن موجوده عندك. بعد ما تبعت هذا الهلال على هاي الكونفرزيشن، بس هلال واحد فقط، راح يطلع عندك بنفس الكونفرزيشن على التوب تبع الماسنجر انه انت do you want to enable the dark mode، انك انت you have found هاي اللي خلينا نحكي الكبسة او هاي الاوبشن صار عندك موجود، هل انت بدك تفعله او لا. بس كليك واحدة to enable the dark mode فعليا بيتحول عندك الماسنجر من المود اللي كان اصلا موجود عليه للمود الجديد. هاد بالنسبة للماسنجر. بالنسبة لل خليني احكي بالنسبة لتحويل الفيسبوك العادي، خلينا نجرب مع بعض. فعليا ما كنت ملاقي طريقة فعليا نقدر نجرب فيها، لكن تواصلت مع صديقي اللي فعليا هو حول الفيسبوك عنده للدارك مود، وطلبت منه انه هو يحول لي ايش الطريقة اللي هو عمل فيها هاي الشغلة. وفعليا هو بعث لي فيديو على اليوتيوب موجود فيه لينكس، انت عندك ability انه انت تقدر تفعل خاصية انه فيسبوك تحول للون الدارك. خلينا مع بعض نفتح هذا الفيديو
وهذا الفيديو فيه لينكات راح تنزل منها الاب او الاوبشن تبع النايت مود. ففعليا زي ما حكيت الماسنجر عندك ابيليتي بكل سهوله انه يتحول، لكن كميه الكودز اللي عم تنحط على الفيسبوك والبوست اللي يلا نحول الفيسبوك للون الاسود مش فعاله ومش شغاله. فراح نستخدم لينك راح احط لكم اياه في الديسكربشن، انا اخذته طبعا من فيديو لشخص برضه موجود على اليوتيوب اسمه انس النجار فعليا الله يجزيه الخير. وهي رابط التحويل مباشر مرفوع على الميديا فاير. راح نعمل داونلود راح نعمل داونلود لهذا اللينك. راح اروح بعديها على ماي فايلز واشوف الداونلودز اللي نزلوا اذا صار موجود عندي هذا الفايل. راح اسكر كل اللينكس اللي عندي بالاول، بعدين راح اروح على اللينك اللي حكينا عنه راح احكي له داونلود، راح احكي له اوكي داونلود هذا الفايل. هذا الفايل هو الفيسبوك ابلكيشن باللون الاسود، هو فعليا ابلكيشن من المطورين انت بتقدر تنزله عندك على الجهاز وتعمل لوج ان يوزنج هذا الابلكيشن وفعليا راح يصير عندك فيسبوك باللون الاسود. داونلودز فيسبوك بلاك عامل تي او كابي .apk هذا هو الفايل اللي احنا نزلناه. راح نعمل open. تمام هلا نزل لنا الابلكيشن، خلينا نعمل open. بيفتح لنا الابلكيشن زيه زي الفيسبوك العادي. هلا راح نشوف اللي هو عندنا هذا الابلكيشن. هلا هذا الابلكيشن راح اعمل عليه لوج ان يوزنج اليوزر نيم والباسورد اللي عندي. وهيك بنكون دخلنا على البلاك فيسبوك. authorization راح احكي له يس. بيسألك شوية settings do you want to set the password do you want to use English language use English. هي settings تبع الفيسبوك العادية، نعمل settings تبع الفيسبوك اللي احنا بدنا اياهم. وهيك يكون نزل عندنا الفيسبوك دارك مود اللي هو عم بتشوفه هلا على السكرين. هذا هو الفيسبوك دارك مود. إن شاء الله يكون الفيديو أجاب على كل الأسئلة اللي انتشرت واختصر علينا موضوع الكومنتس موضوع الكوبي أند بيست. هيك إحنا نزلنا الفيسبوك وبرضو الماسنجر عندنا زي ما إحنا بنشوف على السكرين، برضو عندي الماسنجر باللون الأسود. يعني إذا بدخل هلا هون هذا هو الماسنجر باللون الأسود. يعطيكم ألف عافية وانجوي the dark mode.